السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزي المشاهد، تحية طيبة، أنا جد مسرور بلقائكم مرة أخرى. اليوم سوف نتطرق إلى مباراة القمة بين الوداد الرياضي المغربي ومامين ودي سان داونز الجنوب الإفريقي. قبل أن تشاهدوا الخاصة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا لكل ودادي، أحبكم بالله وديما وداد. جول 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 جول. بطلت التعليق. مش ممكن. باباسون دي في التبرير لمحمد وناجم خطيرة وناجم يا الأربعة. الله الله عليك يا وناجم، ولكن كانت تدخل دفاع ميمو دي سان داونز بالمرصاد لك يا ناجم يا فنان. المباراة الآن مشتعلة يا سادة. الكرة الآن لصلاح الدين الصعيدي، يرفع الصعيدة والدايري. ماذا تضع يا مهاجم مازيكان؟ هذا لازم ما يضيعش يا ولدي. الله على مباراة السيكوكية. الكرة الآن السنة فقط من توزيع التسديدة للحداد. الله عليك يا الحداد، وأونيانجو بالمرصاد. الله على مباراة، مباراة السيكوكية. الآن الكرة للسنة فقط دي تمريرة للنايري، والنايري السداد. جول ودادي. الحمراء وبيضاء تسجل الآن الشعب الحمراء. الله على الهدف الكلاسيكية التاريخية النايرية في مرمى مامينودي سان داونز. مامينودي سان داونز يا سادة، وهذا الجمهور، هذا الطوفان الأحمر، هذا الجيش الأحمر، هذا الجيش الذي لن يتراجع عن الانتصار. فدائي الوداد، شهداء الوداد. الله 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 عليك يا النايري، أعطيهم السلام يستاهلون أكثر من ذلك. غير يعود من جديد، وأونيانغ بالمرصاد. هذه خطيرة، هذه خطيرة. تاكلاوتي، الله الله عليك يا تاكلاوتي، الله عليك يا تاكلاوتي. هذه خطيرة للوداد. النايري والحداد، والحداد لن يستغل الوضع. الوداد الرياضي. هذا محمد ناجم، وناجم في المراوغة. عفوا نصير يا نصير، الأرضية لم تكن في المستوى الجيد. هذه خطيرة، هذه الخطيرة. التغطية يا داري، والحكم يعلن الخطأ. الحمد لله بردا وسلامة. هذه الكرة ودادية. هذا محمد ناجم، وناجم المراوغة والتسديدة في المرمى الخارجية. هذه خطر للمولود سان داونز، هذه خطيرة. الله عليك يا تاكلاوتي، هذا الهدف الجميل. باغي نفاجي ديريكسيون التيران، كي نشوفو يطلع الموران. سبرنتي سبرنتي يا الوداد. الله عليك يا الوداد، الله على الاجيال. الله الله والله على الوداد. تفعل في مولودي سان داونز، هذه خطيرة. الجبار ويسدد، والتدخل دفاعات من مولودي. ناجم الان الاربعة، وناجم الاربعة، وناجم يحاول يراوغ. لا وين التركيز؟ والبنزرتي في النرمزة. يا كل يا ناجم لازمك تركز فيها. ممكن ان نعود باثنين صفر، لكن لا، هذه خطيرة. وتقنوتي في المرصاد. والله عليك يا الحمراء، وتنتهي المباراة بانتصار الوداد وتتصدر عرش المجموعة. الوداد لن يرضى إلا بالصدارة يا سادة.